رسالتي كنائب. رسالة النائب هي أن يستوعب بعقله وقلبه وأن ينشر حوله وبين أترابه ومواطنيه مبادئ الحق الطبيعي في الحياة وفي الحرية وفي السعي وراء السعادة، مبادئ هي فوق متناول الدولة والسلطة البشرية بصورة عامة، لا تنتظم بالنسبة إلى الدولة بل تنتظم الدولة وأنظمتها بالنسبة إليها. غاية الحزب السعي بجميع الوسائل المشروعة لبناء مجتمع على أساس الديمقراطية الصحيحة تسود فيها الطمأنينة الاجتماعية والعدل والرخاء والحرية والسلم، ويؤمن حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة. الحزب ليس هو هدف وليس هو غاية بحد ذاته، الحزب وسيلة، الحزب طريق لا يلوجها الأعضاء البسطاء الأقوياء القادرون من أبناء الشعب والذين يهدفون إلى الارتفاع بخيالهم إلى مستوى حياة القديسين والأبطال. التقدمية الاشتراكية هي روح عدل ومساواة ومجابهة صدق ومبادرة وتضحية وتفهم إنساني منفتح قبل أن تكون أنظمة وسننا وقواعد ودستور أو قوانين اجتماع واقتصاد وعيش.